شيخنا بالنسبة للأغراض الموجودة في المسجد نعرف انها وقف لله تعالى، فهل يجوز لأحد ان يأخذ من المسجد مثلا كتاب يذهب به خارج المسجد يستفيد منه ثم يعيده؟ هذا يعود بما انه وقف لله تعالى. الجواب يعود الى شرط الواقف. كانوا قديما ينصون ويكتبون هذا الكتاب وقف على مسجد فلاني او المدرسة الفلانية، لا يجوز اخراجه. يقول الفقهاء مع شيء من المبالغة شرط الواقف كنص الشارع، شرط الواقف كنص الشارع. هذا الكلام له وجاهة، لكن في مبالغة من حيث التشبيه. شو وجهته؟ وجهته الآية اللي ذكرت أنت أظن، أوفوا بالعقود. هذا اللي أوقف الكتاب أو هذا المال لهذا المسجد شرط هذا الشرط، والمؤمنون عند شروطهم، فيجب الوفاء به. لذلك قالوا باعتبار أنه مستند إلى أصل في الشريعة، قالوا شرط الواقف كنص الشارع. لكن مع وجود مبالغة في التشبيه وجد مبالغة في التطبيق، وذلك أنه يتبين أحيانا أن تنفيذ شرط الواقف لا يحقق مصلحة شرعية أرادها الواقف. فالظاهريون، عرفتوا من أن الظاهريون بقى مين أني هني بفرقوا بين الصورتين. الظاهريون بيقولوا شرط الواقف كنص الشارع. خلينا نجيب مثال. رجل أوقف أرضا ليبنى أو يبني عليه مسجدا، ومات الرجل. هذه الأرض كانت قريبة من البلد، وكان البلد بحاجة إلى مسجد، لكن لأمر ما هذا الأمر صار عندنا في بعض البلاد السورية. كانت قرية عامرة بأهلها وسكانها في وادي، فجاء سيل عرملض واكتسح القرية عن بكرة أبيها، فاعتبروا بهذا السيل وأخذوا يبنون فوق على الجبل، فقيل بأن هناك أرض موقوفة لبناء المسجد، خلينا نبنيه، لكن ما في حول الأرض الآن سكان يصلون فيه، لازم الأرض الآن نبيعها ونشتري بديلها بثمنها أرض في القرية الجديدة. لا، شرط الواقف كنص الشارع. لا، وهنا بقى الفقه الصحيح بيقول يجب تنفيذ شرط الواقف ما لم يظهر أنه ينافي مصلحة الشرع. الآن في هذا المثال، إذا كان الذي أوقف الكتاب شرط عدم إخراجه، فيجب الاحتفاظ بهذا الشرط وعدم إخراج الكتاب من المسجد.
لا يقال انه هذا الكتاب اذا لم يخرج من المسجد ما استفاد الناس، لانه يقال العكس ايضا، اخراج الكتاب من المسجد ذريعة ووسيلة لذهاب الكتاب من المسجد. فإذا كان الواقف شرط هذا الشرط فلا يجوز إخراج الكتاب من المسجد، لأنه اللي بده يخرجه بده يقرأ في البيت. وإذا كان ما في شرط فحينئذ يجوز. يعني احنا واقعين في المصيبة الآن، خير في كثير ناس بيجيبوا كتب وبيحطوا بيمشوا، احنا شو بعرفنا شو شرط وشو يسوي؟ صحيح، لكن شو نعمل؟ ناخذ القاعدة الأولى إذا الأصل الواقف الأصل. نعم الله يبارك فيك. مين؟ السيوطي رحمه الله، له رسالة اسمها بذل المجهود في خزانة غزنوي. كانوا شرطين ان الكتب ما تطلع، فألف رسالة في نقض هذا الشرط، انه اهل العلم يعني هيك تموت الكتب ولا يستفيدون منها، فألف رسالة في نقض هذا الشرط انه يجب ان تخرج لألا يعني لعموم الفائدة وعموم النفع وما شاء الله. شيخنا بالنسبة الله يزيد خير، حد محملني كم من سؤال بده الجواب منك، هل كان صلى الله عليه وسلم